صباح الفل، صباح الأمل، صباح الرضا، صباح الحمد، صباح كل حاجة راضيين بيها في حياتنا. النهاردة حلقتنا خاصة جدا جدا جدا. الحقيقة أنا مكنتش مرتبة لها، يعني أنا كنت ناوية أفتح الموضوع بتاع النهاردة، بس بالصدفة ويشاء القدر أن أنا ألاقي في نفس الأسبوع كم موضوع بيتفتح في نفس القضية، وقضية كتير جدا. بقينا في الزمن ده بنشوف ان العاطفة شيء غريب، مع انه ده موجود وحقيقة. من الجميل انك تلاقي فنان على المسرح بيدعم حد رياضي كان مشهور وكل الاضواء حواليه ويدعمه بعد ما اصابه مرض ضمور الاعصاب، وبهذا الدعم تتحسن حالته النفسية، وبنلاقي جموع من الشعوب المصرية والعربية بيدعموه عشان يرجع يخف ويرجع تاني يعيش ويبقى بني آدم عايش حياته زي ما هو عايزها. مشهد جميل، مع ان المشهد ده المفروض يبقى طبيعي، لكن احنا بقينا بنشوف عدم الرحمة واللا إنسانية هي اللي اكتر، وان هي اللي طبيعي. انا بتكلم عن مشهد الفنان احمد عز لما اثناء عرض مسرحية علاء الدين وطلع على المسرح لعيب الكورة مؤمن زكريا ودعمه نفسيا. لو يا شباب ممكن نجيب الصورة بتاع المشهد ده، يا ريت. بس عايشان، ايوه ايوه هي الصورة دي. جميل جدا المشهد ده. ان شاء الله ربنا يشفيه ويتمم شفائه على خير ويرجع يعيش حياته زي ما كان بالظبط، وكل الناس حواليه وجنبه واقفين جنبه. في نفس الأسبوع برضو قلنا التنمر، برغم إن الحكومة حددت العقوبة 6 شهور والغرامة من 10,000 ل30,000، اللي احنا برضو لازم نشوف التنمر موجود. يعني احنا النهاردة ممكن في حلقتنا دي نلاقي برضو تعليقات سخيفة ونتعرض للتنمر. احنا 24 ساعة متعرضين للتنمر، احنا ما بنتعلمش. احنا النهارده بنشوف الصوره على الفيسبوك، بنشوف النهارده الحفله على مين. احنا لسه برضو مش محتفظين بحياتنا احنا بشغلنا احنا، لا لازم نشغل بالنا بحياه الاخرين، لازم نتريق على الاخرين. بقت المتعه الوحيده ان احنا نتريق على غيرنا. التنمر. شاب طالب من كفر الشيخ كان بيقدم في تربيه رياضيه، احمد الطالب. احمد الطالب احمد يعني كان حلمه ان هو يخش تربيه رياضيه، مع ان تربيه رياضيه دي كليه عاديه جدا، ولكن اترفض من الكليه بسبب شكله، مع ان انا شايفه شكله ما فيهوش اي حاجه خالص ومخارج النطق عنده كويسه. عمل فيديو على السوشيال ميديا وكسر الدنيا والدنيا اتقلبت. بس زي ما بيقول لك المثل، ان انت ممكن تكون نفسك في حاجه والحاجه دي مش خير لك خالص. والآية القرآنية، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا هو شرا لكم. بعد يوم من القضية بتاعت أحمد راح محافظة كفر الشيخ، تخيلوا جموع الصحفيين والإعلاميين والجموع حواليه، وأحمد إن شاء الله هيقدم في كلية طب أسنان عشان يخدم غيره ويعالج غيره. فالقدر، القدر فعلا خير مش شر. اوعى تزعل ابدا على اي حاجه وحشه بتحصل لك، لان ربنا بيكرمك وبيكرمك قوي كمان. المشهد الثالث اللي شفته من يومين ابكاني بصراحه، ومش ابكاني انا بس، ابكى ناس كتير جدا جدا جدا. اسامه سعد، انا مش هطلق عليه يتيم، لانك انت مش يتيم، انت حواليك ناس كتير جدا، انت بطل وانت جدع. مهما اتعرضت لأي إساءة في حياتك وأي ألم في حياتك، ظروفك مش عيب إن أنت تتولد كده، العيب لو أخلاقك مش كويسة. أنت اللي بتعمل أخلاقك، أنت اللي بتعمل حياتك، لكن مش مسؤول عن ظروفك أبدا أبدا أبدا. وأي مسؤول، وكلنا بنغلط، كلنا عرضة للغلط، بس في الآخر فينا نقطة إنسانية ونقطة رحمة. أسامة سعد من الإسماعيلية كان طالب ان هو يرجع لدار الايتام في الاسماعيليه،
ولكن حصل مشاجرة ما بينه وبين وكيلة الوزارة وهي رفضت ضمه للدار. برضو احسن حاجة والله ان الشباب بقوا بيحبوا يعني يعبروا عن ارائهم. عمل فيديو برضو ما كانش متوقع انه يحصل كده، عمل بث مباشر على صفحته، وبرضو يعني الحمد لله ان تم الاستجابة، الناس سمعته وتعاطف كبير جدا 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 معاه. انا عايزة صورة اسامة يا شباب لو سمحتوا، اسامة سعد. لان اسامة انا فوجئت على صفحته ان بيشتغل في العمل السياسي ومشارك في الانتخابات بجد ضحكتك بالدنيا اسامه، وعايزه صورته وهو بيضحك. يعني انا كنت شايفاه يعني ابتسامتك واقسم بالله بالدنيا كلها. وعلى فكره اسامه مشكلته بدات يتم حلها على كلامه امبارح بالامس على صفحته، واحنا تواصلنا معاه ويعني بنحاول نتواصل معاه، بس يعني بيمر بحاله نفسيه وعنده ازمه كتير جدا جدا. يا شباب يعني يا ريت تجيبوا الصور لو موجوده. المهم بجد انا شفت عاطفة الشعب حواليه كله معاه وبيحبه، هو ده أسامة سعد، وكان مشارك في الانتخابات وطني جدا جدا، وبرغم ان هو يعني بيتكلم عادي برضه، وناس من المغردين في قنوات برضه الغير وطنية بيقولوا ان هو ضد البلد، وان احنا طول عمرنا شعب واحد وكلنا كويسين مهما يحصل بينا، احنا حلوين مع بعض، احنا والله العظيم احنا حلوين، احنا اطيب شعب. يعني تخيلوا برغم ان كنت بحكي لكم عن التنمر وعدم السلوكيات اللي الصح، وان احنا بقينا برضو لا انسانيه، بس ما بيجي في موقف زي ده بتلاقي الناس كلها متعاطفه ومن بره ومن الخارج. على فكره اسامه مش محتاج دعم مادي خالص، هو كل اللي محتاجه، وفي ناس عرضت عليه ان هو يقعد في مكان خارجي، هو كل اللي طالبه ان يكون في مكان مع زمايله في دار الايتام، وعايز يكمل تعليمه ويعيش حياه كريمه. وانا متاكده ان هو عنده طموح كبير جدا، لان انا فرحت بيه ان هو صغير ومشتغل في العمل العام والعمل السياسي، وعايز في كتير ناس عندهم امكانيات ماديه وحياتهم حلوه بس ما عندهمش طموح. انت تبقى انسان ازاي من غير طموح؟ ازاي انت تبقى ايه عايش ازاي من غير طموح يعني؟ طيب بمناسبه الكلام ده بقى، احنا شفت برضو حاجه على السوشيال ميديا عجبتني قوي، مؤسسة معنى لإنقاذ إنسان. هذه المؤسسة بتدعم أي إنسان بلا مأوى، وأنقذت أخيرا عدد من حالات سيدات مسنة وجابوا لهم مأوى ورعاية طبية وصحية، وفي مشاهد جميلة جدا بيفرحوهم ويغنوا لهم والهدايا، ودايما معاهم على طول على طول على طول. لو في صور يا شباب برضو من مؤسسة معنى لإنقاذ إنسان موجودة، المؤسسة حلوة جدا يعني، شاب زي الورد. وانا بشكر الدكتور محمود وحيد، دكتور محمود وحيد شفتوا المشهد دي، ده اخر فعالياتهم من السيدات المسنة اللي هم تضامنوا معاهم وجابوا لهم مأوى بعد ما كان خلاص كانت الرعاية اللي هم فيها خلاص ما كانش في مكان، فهم وفروا لهم مكان تاني. بنشكر دكتور محمود وحيد. يا ريت يا شباب برضو لو يكون معانا في مداخلة. تمام. برضو في نفس المشهد ده كان دكتور طبيب من طنطا، كان في حيوان كان بيموت في تقريبا منطقة الحلو بطنطا، فالناس لجأوا لدكتور أمير يوسف. أنا مشكوره جدا برضو للإنسانية وللرحمة، لسه الدنيا بخير يا جماعة. يعني احنا شفتوا احنا اتكلمنا عن مواقف وحشة ومواقف حلوة، لسه الدنيا بخير الحمد لله. ما بيتأخرش فعلا دكتور أمير عن أي حد. عايزين نجيب الصورة برضو الدكتور أمير يا شباب. ما بيتأخرش عن أي حد، أي حد برضو يعني في مجال الحيوانات بيقف جنبهم. لا مش دي الصورة، لا. بيقف جنبهم في أي لحظة. معانا اتصال؟ معانا مين يا شباب؟ دكتور محمود وحيد. ألو، أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور.
الله يخليكي، انا مش دكتور، انا مهندس على فكره. احنا انا بنعتبرك طبيب الانسانيه بجد، على ربنا الفعاليات يخليكي، الهايله اللي انتوا بتعملوها المهندس ربنا محمود. يخليكي، وشكرا على تسليط الضوء لحاجه ايجابيه زي كده. ربنا يكرمك ويجازيكي كل خير ده يا رب. اقل حاجه، اقل حاجه بجد. انا فرحت لما شفت الصور وقلت لازم النهارده احنا نتكلم عنها في حلقتنا اكيد يعني. ودور المؤسسه، حضرتك ممكن تكلمنا كده عن المؤسسه؟ عايزين برضو نعرف الناس وازاي يتواصلوا معاكم. والله احنا المؤسسة بتاعتنا هي المؤسسة الرائدة في مصر لرعاية أهالينا المشردين بلا مأوى، الناس اللي بتبقى نايمة على الأرصفة ونايمة في الشوارع من كبار السن. طبعا وضعهم بيبقى صعب جدا جدا، كنا بنمر عليهم كتير وما بنعرفش نعمل لهم ايه. كبرنا قوي ان احنا نديهم وجبة، نجيب لهم بطانية، نحاول ان احنا نساعدهم بأي طريقة، بس كل المحاولات دي هي مجرد مسكنات ما بتحلش القضية، ما بتحلش الموضوع من جذوره، بيفضل موجود في الشارع. وهنا الكارثة، لأن وجوده في الشارع بيعرضه للخطر وبيعرضه للموت. فمن هنا حاولنا نشوف حل جذري، إن احنا أنشأنا دور رعاية مخصوصة إيواء لأهالينا المشردين بلا مأوى، يعيشوا فيها وياخدوا كل الخدمات النفسية والطبية والاجتماعية، ونتكفل بيهم من أكل وشرب ولبس وعلاج وكل ما يلزمهم عشان يعيشوا داخل الدور دي حياة كريمة. بجد ربنا يجازيكم خير. واحسن حاجه ان الانسان يعني بيقضي حوائج الناس بجد. بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس محمود، واتمنى دايما دايما الخير، ودايما معاكم في اي حاجه بقى، مشاركينكم شكرا في اي ليكي، ده شيء. شرف لينا، ده شرف لينا، ربنا يخليكي، شكرا ليكي يا شكرا، فندم. شكرا لحضرتك، مع شكرا. كنا عايزين برضو دكتور امير معانا يا شباب، برضو عايزين نعمل له مداخله. بس قبل ما نعمل المداخلة لدكتور أمير، أنا اللي كنت عايزة أقول إن الإنسان لازم يكون عنده طاقة إيجابية ويدي أمل لغيره، مش دايما تبص على نفسك وبس. في حلقتنا النهاردة حبينا نتكلم عن السلوكيات والأخلاقيات اللي احنا افتقدناها، اللي بقت دلوقتي مش موجودة، ويعني منها بقى طبعا الأذى النفسي واللي احنا اتكلمنا عنه. انت عارف لما تأذي إنسان بكلمة بتدمره، بتكتئبه. انت ممكن في البيت بتأذي ناس من جوه بيتك بكلمة انت مش واخد بالك منها وفاكرها بسيطة جدا، والتنمر والعنف وغيره. زمان كانت البنت تمشي في الشارع، عمر ما ابن حارتها او ابن حتتها يقدر يعاكسها، دلوقتي بتتعاكس من اوضتها، من شباك اوضتها يا جماعة. والله كان زمان وانت ماشي بتسلم على الناس وتنادي عليه اسم، دلوقتي انت لو شفت واحد تعرفه ومن زمان لازم تدير وشك وتعمل نفسك ما تعرفوش. كان زمان لو شفت ابن جارك عمل تصرف سيء تجري تقول لوالده، وعشان طيب ما بينكم، وكمان لو لازم الامر يقلدك بعد كده في هذا التصرف. دلوقتي لو انت حبيت تنصح بكلمة طيبة هيقولك هو احنا كنا اتحشرنا لك قبل كده. كان زمان الناس بتصبر على الغلا لغاية ما يرخص، دلوقتي لأ، بقت الشماعة كل حاجة غلط، كل حاجة مفيش صبر. كان زمان لو شافوا طفل بيلعب في عربية وبيخربشها كانوا بيمنعوه، دلوقتي لو شافوه يقولوا يا عم سيبه، ده تلاقي صاحب العربية سرقها. معانا دلوقتي دكتور أمير يوسف، الطبيب البيطري وماجستير في الأمراض المعدية. دكتور أمير، اهلا وسهلا، صباح الفل، صباح النور على حضرتك. الله يخليك. ايه المشهد الرائع اللي انا شفته يا دكتور؟ بجد ربنا يجازيك خير الله يكرمك. والله بجد على مشهد الانقاذ الحيوانات. حضرتك تكلمني على الموقف بتاع منطقة الحلو اللي كسر الدنيا على السوشيال ميديا. يخليك. هو مثلا انا طبيب بيطري من طنطا، عندي عيادة بيطرية، بخلص العيادة الساعة 10 بالليل، بقفل وبعدين خلصت العيادة وروحت. يا دوب مجرد بس ما بدأت لسه ايه اغير هدومي وارتاح، لقيت ناس بعتلي منشن على الفيسبوك في بوست الحق في حصان واقع يا دكتور امير في شارع الحلو عند مدرسة السلام او الامريكان. المهم يعني بسرعة نزلت، كنت يعني في اسرع وقت لبست تاني، بس لبست اللبس اللي انا بلبسه في العيادة، ورحت العيادة فتحت
جبت الادويه اللي هي اللازمه للحاله، وجبت الجهاز بتاع تعليق المحاليل من العياده، وخدت تاكسي بسرعه، رحت الواقعه لقيت الحصان فعلا واقع. بدات ان انا اعلق له محاليل وادي له الحقن اللازمه لحالته. هو طبعا الحصان كان بيعاني من هزال شديد وضعف عام بالصحه، وطبعا كالعاده يعني هو حصان كبير في السن وبيشغلوه عدد ساعات عمل اكتر من اللي هو المفروض يشتغلها، كمان مع عدم توفير نظام غذائي جيد يتحمل هذا العمل الشاق. فطبعا الحصان بيبقى بيعاني من هزال، كمان احنا الايام ديت الجو حر جدا، فبالتالي بيكون يعني ما يفضلش ان احنا نخلي الحصان يشتغل وقت الحر او وقت الظهر. فالحصان كان شغال طول اليوم، فجاء عليه اخر اليوم بقى خلاص بينهار، قام جاي واقع في الشارع. وحاولوا الناس يقوموه، مش قادر يقوم ابدا. بدات انا اشتغل معاه بالمحاليل وحاجات زي كده وادويه، بدا هو يعني يستعيد صحته ولكن يعني ببطء شديد. فضلت قاعد جنبه يمكن لحد الساعه 2 ونص بالليل، عشان هو طبعا محتاج لراحه كمان، يعني هو مش موضوع بس هديله الدواء فيقوم يجري او يقوم يبقى كويس، لا هو محتاج وقت لراحه جسمه. الراحه كمان مهمه مع الادويه ومع العلاجات. فخلت الناس يعني تحاول تقومه اكتر من مره، فشلنا في الاول، ولكن في الاخر الحمد لله الحصان قومناه وحملناه على العربيه. وفي ناس يعني هو مش صاحبه الرئيسي، بس واحد يعرف صاحبه خده، لان صاحبه عايز اقول لك ان هو كان ساب الحصان ومشي لانه يائس من حالته يعني. فانا بلغتهم يا جماعه، رقم تليفوني اهوت، والادويه ان شاء الله هتكون مجانا تماما لعلاج الحاله، واللي عايز مني اي حاجه يكلمني في اي وقت، وتحت امركم سواء للحصان ده او لغيره يعني. طبعا الحصانه ديت بتكون الناس اللي يعني اصحابها او اللي مشغلينها بيكون هو على قد حاله جدا، طبعا طبعا. فهو ما بيقدرش يوفر له الاكل، وده غلط يعني، انا ضد الكلام ده، ولكن انا بعرض مع حضرتك الموقف يعني. ما بيقدرش ان هو يوفر له التغذيه المناسبه، وما بيقدرش ان هو يعني يرعاه الرعايه الطبيه المناسبه، وما بيقدرش يوديه لدكاتره، لان طبعا بيبقى فيه كشف او فيه ادويه غاليه. فانا لفت نظرهم ان اي حالات زي كده يا جماعه بتتصلوا بيا وانا تحت امركم، يعني اجي لكم مكان ما انتم موجودين، والادويه ما تشيلوش همها خالص مجانا، والكشف مش هاخد منكم اي كشف خالص. وهنا انا في طنطا الحمد لله، يعني الناس عارفه ان انا بتعامل مع جميع حالات الانقاذ اللي هي في الشارع، اي نوع من انواع الحيوانات، مش خيول بس ولا حصينه ولا حمير بس، لا القطط الشوارع، كلاب الشوارع، اي حيوانات زي كده انا بتعامل معاها مجانا تماما، الكشف والعلاج، ولو هنعمل حتى عمليه جراحيه يعني ما بناخدش اي تكاليف خالص. جميل جدا يا دكتور، بجد عمل جميل ولقطات جيدة منك، وإن شاء الله الله يكرمك. يعني كل الناس أكيد لو حد عنده مشكلة في الغربية يتواصل مع حضرتك إن شاء الله. تحت أمركم والله. ربنا يجازيك خير فعلا، لأنك أنت بتقضي حوائج غيرك. الحمد شكرا لله، الله شكرا يكرمك. ليك، شكرا لحضرتك. تمام. انا بقى بص عايزه يعني دلوقتي بقى نخرج من المود ده. كان الناس الطيبين، الناس الغلابه، الناس الكباره، الناس الجميله، الاستاذ والمعلم يوسف كرانشو. يوسف كرانشو هذا الرجل مع انه عنده 86 سنه، بس كل يوم لازم يحرص على قراءه الجرايد وشراء الجرايد كل يوم. تعالوا نشوف سلوكيات زمان في التعليم والعلم وما بين دلوقتي وبين الماضي مع الاستاذ يوسف كرانشو في التقرير. التقرير لغاية مجلس الشباب. تمام. طيب، كنا بنتكلم عن السلوكيات. احنا يعني دايما الانسان لما يتعود على حاجة كويسة وهو صغير اكيد لما يكبر هيتعلم، هيفضل عليها يعني. لكن لو فضلنا على الحاجات الموجودة دلوقتي بنتعلم الحاجات السيئة، اكيد اكيد هنبقى سيئين وبلا رحمه وبلا انسانيه. شفتوا الدكتور امير، شفتوا المهندس محمود قد ايه لسه برضو في ناس طيبه، ما فيش تنمر، ما فيش معامله سيئه. يا رب دايما نفضل بخير. عشان كده النهارده انا حبيت اتكلم عن السلوكيات والاخلاقيات اللي احنا مفتقدينها. احنا بجد تعبنا، احنا دلوقتي بنقيس البني ادم بالترند. يعني ايه بنقيسه بالترند؟ كان زمان الناس تقيس البني ادم بفلوسه بشغله بمجهوده، دلوقتي لا، مفيش الكلام ده. انت النهارده ترندك، يعني انا دلوقتي اهو في مكان، لو في مكان اعلى، لو انا عندي ترند كتير قوي بترندي، ممكن يكون انسان عقله يعني مفيش عقل اصلا وما عندوش اساسا ماده بيقدمها، ولكن هو ترند، فانت اذا جاي.
معانا مداخلة. تمام، معانا الأستاذ محمد الحوت. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير يا أستاذ محمد. أولا تحياتي لحضرتك الأستاذة دينا ومشاهدينك الكرام. في البداية أتحدث عن التنمر وأضيف كلمة التربص. وهذا التنمر والتربص يا فندم أصبح شيء غريب عن المجتمع المصري للأسف، وأصبح عادة. النهارده الأخ بتربص لأخيه، والابن بتربص لأبيه. وكان من فترة، يعني من فترة من 20 سنة، كان كل العائلة عايشة في حب، بيحبوا بعض. يعني تلاقي حضرتك مثلا في الريف البيت مثلا مبني بالطين اللبني، واخد بال حضرتك، وتلاقي 4 5 متجوزين في البيت. في 4 5 متجوزين في البيت عايشين كويسين، بيحبوا بعض، كان في حب وفي خلاص لبعض. حضرتك برضو يعني بو مثلا لو في الريف المصري بالذات، لو واحد مثلا عنده مثلا بقره او جاموسه، الكل الشارع كان بياكل منها جبنه ولبن، كان في حب خلاص، كان الناس بتحب بعضها. انما النهارده حكايه التنمر والتربص دي اصبحت عاده سيئه على المجتمع المصري للاسف. يعني حاجه شيء غريب على المجتمع المصري. يا ريت السلوك يرجع زي زمان، يا ريت الناس تحب محمد. بعضها ويكون في خلاص لبعض، واخد بال حضرتك، كان في حب وخلاص. يعني تلاقي حضرتك مثلا جار بحب جاره، والاخ بحب اخوه، كان في حب وخلاص لبعض. انما النهارده كل واحد بس بده يتربص لاخوه. بالظبط، يعني في الورثه تلاقي في خناقات، في القعده العرفيه تلاقي في خناقات. فين الاسلام؟ الدين الاسلامي بتاعنا يعني نصحنا غير كده خالص. المسلم اخو المسلم لا يظلمه، واخد بال حضرتك. تمام. انما النهارده سلوك غريب خالص على المجتمع المصري. الناس كانت بتحب بعض، وحضرتك يعني كان الجار بحب جاره، والاخ بحب اخوه، وكان يعني لو واحد مثلا من الشباب غلط، واحد كبير قال له كده عيب يا ابني، يقوم يسمع كلامه، يحترم الكبير. صح. يعني الصغير بيحترم الكبير. انما النهارده لو واحد يعني عنده 10 سنين ممكن يغلط في واحد عنده 40 50 سنه. ما بيهموش خالص. شيء غريب، ما احنا ما اتعلمناش على كده، ولا الدين الاسلام علمنا على كده. المسلمين زي كاسنان المشط دي، بحب يعني زي ما رسوله علمنا ان المسلم اخو المسلم. ما فيش ظلم لحد، يعني الدين بتاعنا علمنا كده. انما للاسف النهارده شيء غريب التنمر ده. يا ريت الشيء ده والحب يرجع تاني زي ما الدين الاسلام علمنا، وزما السلوك المصري والمجتمع المصري ناس بتحب بعض، ناس يعني ناس مخلصين لبعض زي ما الدين الاسلام علمنا على كده. للاسف يا استاذ محمد، أنا في يعني الانسان اللي معاك بيبين لك ان هو خايف على مصلحتك والحياه غير كده خالص، بتكتشف مع الوقت ان هو اصلا يعني هو بيدور على مصلحته فقط، وممكن يكون اقرب الناس ليك، وهم هو بيدور على هدفه هو فقط. ده بيدور على مصلحته، يا ريت بالحق، ده بالباطل بيدور على مصلحته. يعني يا ريت بالحق، يعني يا ريت يبقى اني لحق، اقول اني لحق. انما ممكن يحلف يمين باطل، ممكن يعني مش عارف، يعني الدين مش علمنا على كده. الدين علمنا على الحب وعلى الموده والتراحم، وان انا احب اخويا، ان انا احب جاري، ان انا احب بلدياتي، انني اعمل لصالحه، وان احنا نقدر نخدم بعض. انا بشكرك يا استاذ محمد، انا بشكرك على التليفون. شوف، تدي خير تلاقي خير، تدي خير تلاقي خير. دايما لما تعمل حاجه طيبه اكيد هتلاقي الطيب، ومش لازم تلاقي الطيب، المهم ان انت تبقى مبسوط وراضي. جدا بشكركم جدا، واشوفكم الحلقه الجايه من حديقه وطن.